معانا ابو فرح، برحب بيك يا ابو فرح. محنه صعبه بس الحمد لله اطمنتوا عن على البنت. انا عارف انه كل المسؤوليه القانونيه دلوقتي انت بتتكلم بخطرك وعرفنا التفاصيل، بس انا بحاول احافظ على خصوصيه برضو، يعني ايه على قد ما اقدر. برحب بيك. اهلا بيك، الله يسلمك. الحمد لله اطمنت على بنتك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ممكن تقول لنا ايه اللي حصل؟ ايه التفاصيل اللي عرفتها بالظبط في الـ في الـ في الـ في المحنه اللي عدت عليكوا دي؟ الفرح يعني في الاساس شايفه نفسها شويه يعني وعناديه شويه. ففرح لها اخ اوتيزم يعني او توحد. ايوه. فما بتحبش، مش عايزه، مش عايزه حد يعرف ان عندها اخ اوتيزم يعني او توحد. ففي يوم من الايام امها مديها الدرس اللي هو يوم السبت، فراحت الدرس. ف وهي راحت تجيبها من الدرس عمر شبط بيها، فوقف بعيد كده، وبعدين عدت عمل كروسنج في الشارع عشان تجيب فرح. فعمر ضرب الكلاكس عشان يعني يقول للمدرس باي يعني. ففرح زعل زعل رهيب جدا وانقمص الجامد، والام يعني حنين على عمر يعني، لان عمر ليه ظروف خاصه. فيعني يعني فرح ما نسيتش الموقف ده خالص يعني، لان فرح بتشيع ما بين زملائها ان اخويا طالب في كليه الهندسه. وعمر ده على فكره واد امور جدا جدا يعني، ربنا يخليهم لك، ربنا يكرمه. ففضلت بقى المشكله دي بقى عامله زنده ما بينها وما بين امها، لدرجه ان ام يعني نفسها تتعوض الواد ده في اي شيء يعني وتفرحه يعني. ولكن فرح برضه تلطش في عمر، تلطش فامها عرفت يعني صراحه يعني. فيعني قعدت تقلب فرح، والاخر تطاولت فامها ضربتها عادي يعني كاي ام تعمل. فالبنت برضه تزيد. المهم يعني فين وفين على المغرب يوم الحد يعني هديت فرح سنة. فأنا بخش أنام بدري يعني، فقمت أصلي الفجر وقت الفجر كده. فأول ما بقوم بصحي فرح، لأن البنات لهم حمام لوحدهم، واحدة تخش الحمام تتوضأ والتانية أصحيها بعدها. فبصحي فرح الأول لأنها خفيفة وتروح تتوضأ بسرعة، وبعد كده اول ما ندات خش الحمام تتوضا وحاجات من. ففوجئت ما لقيتش فرح، دخل صحيها ما لقيتهاش. ببص على الباب لقيته مفتوح. شيء مرعب يعني، شيء مرعب، حاجه مرعبه جدا يعني هي اي حد. فمشيت. فنزلت بقى انا ومامتها كل واحد في ناحيه، خدت بالك؟ ايوه. كل واحد في ناحيه كده يدور، وعملنا مسح منطقه سموحه ومنطقه جابر ورجعنا. يعني نعمل ايه نعمل ايه؟ نفتح كاميرا في العماره نشوف انا الساعه كام، لانها نزلت الساعه 1:50. بدانا بقى ايه يعني، قلت تعالى نعمل ايه نعمل ايه؟ نعمل محضر في جابر. قالوا لا، ده لازم يعدي 24 ساعه. ايوه. رحنا على شرطه النجده، عملنا بلاغ، وقالوا لنا رجعوا الاسم بالبلاغ ده اللي انتوا عملتوه ده، ممكن يعملوا لكم محضر.